السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الفراخ البيض في مصر اليوم النهاردة 23/9/2022. دايما بطلب من حضراتكم فضل، طبعا إخواتي الكرام شرف ليا تكونوا يعني مشتركين في قناتي، ولايك للفيديو، بطلب اشتراك ولايك للفيديو. النهاردة بإذن الله هنستعرض أسعار الفراخ البيضة والبلدي والساسو والبيض البلدي والبيض الأحمر. النهاردة الفراخ للأسف ارتفعت، سعر الكيلو الأبيض 37 جنيه في المحلات، سجل برضو سعر الفراخ الساس 41 جنيه في المحلات. احنا بنتكلم دايما هنا في المحلات لان احنا بنشتري من محلات مش من المزارع للمستهلك. يعني الكيلو البلدي ثابت على سعره من 56 ل 55 جنيه. جوز الحمام في محلات بتبيع 60 و70 جنيه للجوز. البيض الأحمر 65 جنيه و66 جنيه، مش كل المحلات بتبيع زي بعض. البلدي 69 جنيه. أنا بشكركم، استعراض بسيط للأسعار النهاردة. بتمنى الناس اللي لسه معايا في الفيديو ترفعوا القناة معايا بلايك واشتراك. أنا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.